سواء كنت بتحب الانيميشن او لا فهتحب الفيلم ده قوي. ده لوكا بيكره الملل وعنده فضول تجاه اي حاجة جديدة. بيشتغل شغلانة كده بعد العصر وهو ان بيحمي الاسماك التانية من وحوش الارض اللي هم البشر يعني، وده بسبب ان مامته بتخاف عليه قوي وكل دقيقة بتحذره من وحوش الارض وبتفكره انه لازم يستخبى اول ما يشوف واحد منهم. دي جدة لوكا وده ابو لوكا، وعلى الغدا لوكا بيسألهم هي القوارب اللي عليها وحوش الارض دي بتيجي منين. انصدموا طبعا لان لوكا كبر وبدأ يدور في الموضوع وده خطر عليه. جدته قالت له انهم بيجوا من على اليابسة، وقالت له ان هي مرة راحت اليابسة، بس طبعا ام لوكا قفلت الموضوع بسرعة علشان الولد ما يصحش يسمع الحاجات دي، وقالت له ان السمكة الفضولية سهل اصطيادها وحذرته من الاقتراب من اليابسة. سابهم وقام يكمل شغله، وغالبا المخرج نسي ان لوكا لسه ما اتغداش، بس لوكا برضو مشي ورا فضوله وفضل يتفرج على ممتلكات وحوش الارض زي الكوباية ومفتاح الأنابيب ده، وأول ما شاف البتاعة دي انبهر بيها وفضل يتفرج عليها شوية، وفجأة لقى وحش من وحوش الأرض واقف وراه، وفجأة بدأ يهاجم لوكا بس طلع واحد منهم ولابس البتاعة دي علشان يتنكر وكده، ومشي ونسى الرمح بتاعه. بس لوكا اتفاجئ انه تحول لبني آدم وقام لافف واخد الرمح وشد لوكا طلعه بره المية. لوكا كمان اتحول لبني آدم وبقى من وحوش الأرض. فضل مخضوض شوية بس هو انبهر بالسحاب والطيور والشجر وجري تاني للمية بسرعة بسبب خوفه، وفضل طول اليوم يفكر في الحاجات اللي حصلت له النهاردة. وسأل جدته وقال لها انت قلتي النهاردة انك كنت طلعتي لليابسة، فقالت له انا يا ابني، وكان عايز يطلع تاني للشط بس كان متردد، وجاله نفس الولد اللي كان معاه المرة اللي فاتت وطلع وتحول لبني آدم وما كانش عارف يمشي، ما هو مش متعود. فضل يجرب انه يقف، وانا كمان جربت اعمل الحركة دي بس كان شكلي بشع. المهم اتعرف على صاحبه الجديد اللي اسمه ألبرتو، صديق السوء المستأسن، يعني زي مستكلب ومستأذب وكده. المهم ان لوكا بدأ يمشي زي العيل المتسلخ كده لحد ما اتعود وبدأ يتعرف على ممتلكات ألبرتو. وألبرتو بيقول له بص الحركة دي، وبيطلع فوق البرج الكبير ده وبيرمي نفسه على انه بيستمتع وكده. لوكا طلع البرج اللي بيعتبر بيت ألبرتو وانبهر بالحاجات اللي فيه، واكتر حاجة اذهلته هي الفيسبا، وكان بيتمنى انه يبقى عنده واحدة منها. يا احلام شاب عايش في السيدة زينب مش في ايطاليا. ولقى نفسه اتأخر وقال لصاحبه انه لازم يمشي حالا، وبعد ساعة كان لازم يمشي حالا، وبعد ساعتين برضو كان لازم يمشي حالا، لحد ما اخيرا مشي. ام لوكا زنقته وقالت له انت كنت فين يلا، بس جدته انقذت الموضوع وقالت له انها بعتته يجيب خيار مخلل، اكمن المية مالحة يعني. المهم لوكا شكرها وقضى الليلة دي وهو فرحان قوي، واول ما الشمس طلعت اخد بعضه وراح لألبرتو، واللي كان بيجرب ينزل بالفيسبا المدغدغة دي وينط بها من على منحدر عالي جدا على انه بيستمتع برضه، وفضلوا يقضوها مرحة مرحة لحد ما بقوا اصدقاء جامد قوي. وألبرتو عرفه عن النجوم وقال له انها عبارة عن اسماك بتلمع في السماء. لوكا سرح بخياله وكان بيحلم انه وصل للاسماك اللي بتلمع دي، واول ما لمسها ما لقاش ألبرتو والاسماك بدأت تنزل مية ورجع وحش بحر تاني، وصحى لقى نفسه انه في حلم وانه اتأخر، ورجع بيته وطبعا لقى امه وابوه صحيين وزعقوله علشان بيطلع لليابسة. لوكا طبعا ما تقبلش زعائهم ده عشان في سن المراهقة وكده، وسابهم وهرب وراح لألبرتو، واللي لقى انه رسمهم هما الاثنين وهم قاعدين على الفيسبا، وقال له ان دي الصداق، وكمان قالوا انهم يقدروا يكونوا وسط البشر ويشوفوا الفيسبا الحقيقية. لوكا كان متردد جدا بس فعلا نفذ كلام ألبرتو، دخلوا من الشط وهم مستخبيين، ولما لوكا شاف الصيادين ومعهم الأسلحة خاف جدا، بس ألبرتو كان واثق من نفسه وقال للبني أدمين اللي ماشيين ازايك يا غبي منك، له كان حافظ على انها سلام البشر، لحد ما لقوا سينيور فيسبا. فضل متنح قدامه ساعة لحد ما ركن وكان منبهر بجمال الفيسبا بتاعته. ولد قال له شوت الكورة، المهم شاطها جت في الفيسبا، فصاحب الفيسبا راح يعاقبه اللي عامل زي هاني رمزي في صعيدي في الجامعه الامريكيه عشان كده هسميه سراج، راح يعاقب لوكا اللي شاط الكوره في الفيسبا وراح يحط وشه في الميه لانه شامم فيه ريحه سمك. واللي انقذت لوكا هي نورت الحته جوليا جولييتا، واللي بتنافس سراج في كل مسابقاته بالعجله، بس في كل مره هي بتخسر لان سراج سريع وكمان معاه الاثنين دول ودايما بيساعدوه. وفهمتهم وقالت لهم انهم مستضعفين، يعني دايما لبسهم غريب وبيعرقوا كتير من بطاطهم، طبعا الاثنين ما نطقوش، وقالت لهم على المسابقه واللي لو فازوا فيها هيكسبوا فيسبا مش دي. برضو لوكا انبهر بيها كالعادة وقالوا لها انهم عايزين ينضموا لفريقها. قالت لهم ان المسابقة صعبة وفيها سباحة وفيها اطباق مكرونة واخر مرحلة هي العجلة، بس من غير ما يتحايلوا عليها المهم انها وافقت. لوكا ما كانش عارف يركب العجلة اصلا. المهم قرروا انهم يوزعوا مراحل المسابقة، فألبرتو هياكل طبق المكرونة يا ريتني كنت انا، وجوليا هتعوم ولوكا هيسابق بالعجلة، وعشان يتدربوا على الاكل راحوا لابو جوليا واللي بيذبح اي حاجة بحرية، عمل لهم مكرونة بالسيفود
الحدود عشان يتدربوا ويخلصوا الطبق أسرع، وهم أصلا ما بيعرفوش يمسكوا الشوكة. ولما سأل عن سبب وجودهم، جوليا قالت له إنهم هيدخلوا معها في المسابقة. أبوها قال لها إنهم في ضائقة مادية وما ينفعش تدخل المسابقة المرة دي، وقال لها إنه لازم يشتغل أكتر ويصطاد سمك أكتر. لوكا وألبرتو عرضوا عليه المساعدة في الصيد وهو قبل، وبقوا بيناموا على الشجرة اللي قصاد أوضة جوليا. أم لوكا وأبوه بدأوا يدوروا عليه لأنهم كانوا قلقانين جدا، وهم كمان يتحولوا لبني آدمين لما طلعوا لليابسة. لوكا صح الصبح لقى نفسه تحول هو وألبرتو بسبب الشتاء، وفجأة جوليا بتعزف موسيقى الصباح عشان تصحيهم، بس هم استخبوا لحد ما نشفوا. وجه أبو جوليا وأخدهم عشان يصطادوا، وكانوا خايفين المية تلمسهم لا يتحولوا تاني، لكنهم فعلا ساعدوه وجابوا كمية سمك رهيبة لأنهم كانوا عارفين مكان تجمع السمك. وراحوا عشان يقدموا في المسابقة ولقوا سراج مقدم ضدهم وفضل يغلس عليهم، ونظرة ألبرتو بدأت تتغير من صحوبية لوكا وجوليا. المهم فضل يتدربوا، ألبرتو بياكل ولوكا بيتدرب على العجلة، وسراج برضو بيضايقهم. ووقت تدريب جوليا جوليتا في السباحة، سراج راح ورش عليهم مية، ألبرتو تحول راح لوكا خطه ورميه في المية، ولما طلع غطاه بالفوطة لحد ما نشف. أبو لوكا وأمه ما زالوا بيدوروا عليه وعمالين يبلوا في كل العيال عشان يشوفوا مين فيهم لوكا. وخلصت وراحت منهقة كده على أساس إنها بتقلد صوت الدولفين. لوكا سمعها وعرف إنهم موجودين، وألبرتو ما زال متضايق من علاقة لوكا بجوليتا، وخاصة إنها بقت بتوريه حاجات خاصة بيها قوي زي مثلا التلسكوب ده، خلته يشوف كوكب زحل. طبعا لوكا انبهر وتخيل نفسه بيجري على الحلقات المحيطة بالكوكب. ألبرتو اتضايق لما عرف إن لوكا عايز يروح المدرسة مع جوليا، وقال له إن دي حاجة مملة جدا، وأخده ونزل بيه من على المنحدر اللي كان لوكا دايما بيخاف إنه ينزله، والنتيجة إنهم وقعوا في المية وبدأ يتشكلوا بجد. ألبرتو قال له إنهم وحوش بحر وما ينفعش إنهم يتعلموا ويروحوا المدرسة، وبدأوا يضربوا بعض، وجوليا جوليتا هي اللي حجزت ما بينهم. لوكا قال لها إنهم عايزين ينضموا للمدرسة، فألبرتو اتغاظ وقرر إنه يعرفها إنهم وحوش بحر، وراح وبل نفسه في المية. جوليا اتخضت، وساعتها لوكا اتظهر إنه ما كانش يعرف وعمل نفسه متفاجئ، وألبرتو طبعا هرب قبل ما سراج يصطاده ودخل جوه البحر وما طلعش تاني. وفي البيت جوليا كبت على لوكا مية وعرفت إن هو كمان من وحوش البحر، لكنها ما تقبلتش ده وخلت لوكا يمشي، فسابها ومشي وبدأ يدور على ألبرتو. وراح البرج القديم اللي كانوا بيتقابلوا فيه، ولقى ألبرتو مقطع صورة الصداقة بتاعتهم. ألبرتو قال له إنه مش عايزه هنا وإنه لازم يمشي. لوكا قال له إنه هيصلح علاقتهم تاني وإنه لازم يشارك في السباق وإنه كمان هيكسب الفيزبا، ودخل في الفريق لوحده، هيعوم وهياكل المكرونة وهيسابق بالعجلة. وعشان ما يتكشفش وهو بيعوم لبس البدلة دي واللي كان وزنها تقيل أصلا وبتخلي البني آدم يدوب يمشي وما يعرفش يعوم، وما كانش عارف ياكل المكرونة لأن مش هو اللي متدرب عليها، وما خلصش بسرعة، لكنه سابق بسرعة وكان أسرع واحد في السباق وسبق حتى سراج. وفجأة الدنيا بدأت تمط، وعشان ما يتكشفش اضطر انه يوقف شوية لحد ما الشتا ده يخلص، وحس انه هيخسر وكان قريب جدا من خط النهاية، بس لقى ألبرتو جايله من بعيد ومعاه شمسية، وقال له انا جاي عشانك يا صاحبي. بس طبعا سراج الغتت جه وسبق لوكا وضرب ألبرتو ووقعه وتحول لوحش المية، وسراج اصطاده بالشبكة. لوكا قرر ما يسيبش صاحبه في الموقف ده حتى لو الناس كلها هتعرف حقيقته، وطلع في الشتا وتحول واخد صاحبه وجري، بس سراج فضل يطاردهم، واللي انقذهم منه هي جوليا لكنها وقعت لانها اصطدمت في عجلة سراج. لوكا قرر يوقف العجلة ويشوف جوليا، والناس كلها بدأت تتجمع عشان يصطادوهم، واللي ساعدهم هو ابو جوليا ورفع ايدهم على انهم الفايزين، وده لان لوكا وقف العجلة بعد خط النهاية، والناس كلها بدأت تتقبلهم وكرهوا سراج. وام لوكا وابوه كمان بقوا فخورين بيه جدا، والناس بدأت تقطع ورقة انهم لازم يموتوا وحوش البحر. جدة لوكا جت وقالت لهم انها بتيجي هنا كل ويك اند، وكانوا فرحانين جدا بالفيزبا اللي كسبوها. ألبرتو قال انه هيصلحها، ولوكا قال انه لازم ينضم للمدرسة ويدرس ويتعلم، واهله كمان وافقوا. وخلص الفيلم على كده. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وقولي عايز الملخص الجاي يكون عن ايه. سلام.